استعداد انك جيت النهارده عشان توصل لإيميو ودنيا محبة الناس ليهم، وتقول لهم ان دلال وسمير عايشين في قلوب الناس بالأدوار الحلوة وأعمالهم الخالدة وأعمالهم الإنسانية الكبيرة. بتمنى تقول كلمة بنيابة عن دنيا وإيميو. مساء الخير. في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا إن هم ما بيقدروش يجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة، والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجائزة وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء. وعايز أقول إن أنا بالنسبة لي حماية العزيز الأستاذ سمير غانم وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز هم نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وأخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس، وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من الجمهور في الفترة اللي فاتت دي، من سؤالهم سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا.